ليش ولا الاسمر دنيا ما كنت تقولوا علاش يا ناناناس ولا الاسمر دنيا محبس قرنفل محبس قرنفل فل 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 محبس قرنفل يا ناس وفي جنان الرومي هي ودوني دوني 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 يما الاسمر دوني هي دوني 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 بلا الاسمر دوني هي دوني 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 يما الاسمر دوني هي محبس قرنفل فيه وفي جنان الرومي هي افريكا 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 يا 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 افريكا 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 يا الى اخر المشوار يعني خليني اروح خليني أكون صريح أنا تعمدت هذه الدخلة معك أنت وخرجت على الكوندكتور حبيت نبدأ بالبداية وحبيت لأنه بشنسو التوى اللي تعمل فيه إذا هذه أول أغنية يعملها أحمد الماجري تفهموا تفهموا المسرب أو الطريق اللي اختاره أحمد الماجري علاش لقيت صعوبات حكيت على صعوبات قلت لقيت في البداية ربما صعوبات في هذا التوجه كان نسأل الباترون هو الكوارجي الحقاني يلقى صعوبات يلقى صعوبات المذيع الحقاني يلقى صعوبات البنية المتربية داخل المسالس أي مسالس المنصف الحوار هو قلنا يما الأسمردوني هو هذه بدايته لكن يما الأسمردوني كانت غناية قوية ياسر يما الأسمردوني ما كنت تقول علاش الاسمر دوني يعني انت جيت الحيط كبير حبيت تدزه هذا يعني عملت مجازفه كبيره ياسر هي راهي المجازفه ما كنتش وحدي خاطر في سبيكتاكل نتاع نجوم عام 94 للتاريخ عام 94 تونس مازلت فيه يعني فهمت حتى المفتي نتاع البلاد وقت اللي غنينا في رمضان شو قدمت فيها في الوقت غنيت فيها الغنيه هذيا وقتها غنينا في كارتاج قدام 14 والتوانسه الكل تشوكاو يعني متصور ومن من من كانت هذيك الانطلاقه كانت هذيك ومن بعد انا خرجت من بحث فاضل كيفاش ترى فاضل الجزيري فاضل الجزيري هو اللي سي تان بريفويون يعني هو كيفاش تراه انت كيفاش تراه احمد هل تاثرت به لانه نعرفوا تو نحن الجزيري دائما يجدد ويصنع كان قول فاضل معناتها فاضل وسمير في الكوتي ميوزيكال تعلمت منهم الصنعه يعني تعلمت الصنعه من سمير محفل قيرام فل 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 نقعد نعاود فيها ساعتين لابد ما تقلقش فهمت سي سا معناتها اللوداس تقول انت بالعربيه ما لقيتش كيفاش نفسرها عندك الجراه باش تاخذ جمله تكسرها كما تحب انت الجمله هذيك وهذاك نحن نحتاجوا الحريه واضح في الموسيقى كان ما فماش حريه معناتها كان اللي تبدا واحد فهمت تولي كانه تراو مارش فهمت غنيت ايضا بلغات اخرى هناك توجه اخر زيد غنيت بالانجليز وغنيت بالفرنسيس بون مش صدفه شو كان الهدف احمد الماجري يغني بالفرنسيه ويغني بالانجليزيه واذا لزم بالالمانيه والصينيه لا علي لكن ما هو هدف كي تسافر لبرا انا مثلت تونس في اكثر من مره في اكثر من فضاء وكي تمشي لبرا كي تغني مثلا تمشي للشعب يتكلم بالانجليزيه كي تغني له مثلا غني غني خليك تغني شوية Said I remember when we used to sing in the government yard in trench town over seven the equal breeze mingle with the good people we meet oh yeah We have good friends we have loved along the way In this big future you can't forget your past So try your things and we say with everybody na 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 no woman no cry la 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 no woman no cry la 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 no Woman no cry, is that yeah? No, woman no cry.
نبض المجتمع. هذا هو أحمد الماجري، قريب من الشباب وقريب من 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 من, من, من